والبنك المركزي الأوروبي أيضا ربما هو مقبل على رفع في معدلات الفائدة، كيف يؤثر ذلك على حركة الدولار واليورو والسندات؟ أولا فلنتعامل مع الدولار. أولا الموقف الذي يتخذه الفيدرالي قد جعل مؤشر الدولار يرتفع على مستويات قياسية في 20 عاما، وهذه الأرقام كانت بالأمس أيضا. والفيدرالي الأمريكي كان هناك توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم بتجديد سياسته النقدية بشكل كبير، وكان أداء الدولار الأمريكي جيد جدا أمام العملات الأخرى، ولكن المؤشرات تشير إلى أن معدلات الفائدة سوف ترتفع بشكل كبير. ولكن في حالة البنك المركزي الأوروبي واليورو هذا لم يكن هو الوضع نفسه، لأن البنك المركزي الأوروبي قد قام برفع معدلات الفائدة مرة واحدة وبدأ في دورته التجديدية، وهذا ما شاهدنا، ولكن لم نشهد ذلك من الفيدرالي. وفي بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة عدة مرات، وفي اجتماع اليوم نتوقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يرفع معدلات الفائدة ب 75 نقطة أساس. إذا البنك المركزي الأوروبي مصر على تخفيض معدلات التضخم ومؤشرات الاستهلاك وسط معدلات قياسية، في نفس الوقت البنك المركزي الأوروبي محدود، لأنه إذا رفع معدلات الفائدة بسرعة فهذا سيؤدي إلى أن يكون هناك أزمة ديون في منطقة اليورو. والسؤال طبعا إذا كان البنك المركزي الأوروبي سوف يرفع معدلات الفائدة مرة واحدة أم عدة مرات، فهذا سوف يرفع عوائد السندات، وعوائد السندات الحكومية عندما ترتفع فهذا يعني أن تكلفة سداد الديون سوف تزيد أيضا، وهذا من الواضح أن هذا سوف يضغط على بعض الدول مثل إيطاليا. نعم صحيح. أيضا فيما يتعلق بالدولار وقوته وانعكاساته كانت واضحة أيضا على الاسترليني هذه المرة، الذي يرزح تحت أدنى مستويات له في 37 عاما. وهناك خطة من المرتقب أن تعلن عنها رئيسة الوزراء الجديدة لبريطانيا ليز تراس فيما يتعلق بخطتها لفاتورة الطاقة في البلاد. لأي مدى برأيك هذه الخطة ستزيد من المخاوف من ارتفاع الديون على الحكومة البريطانية؟ هناك الكثير من الضغوط على الجنيه الاسترليني مؤخرا كما ذكرتي. الباوند تراجع إلى أدنى مستوياته من 37 عاما مقابل الدولار الأمريكي. هناك عاملين، أولا الدولار الأمريكي مرتفع جدا كما ذكرت من قبل في الإجابة الأولى، وأيضا هناك ضعف كبير في الباوند وذلك بسبب صحة الاقتصاد الإنجليزي، وأيضا هناك تضخم عالي وارتفاع معدلات الفائدة واتساع الديون الحكومية. وأيضا الإدارة الجديدة قد تعهدت بالإعلان عن حزمة تتعلق بدعم الطاقة، وهذا جيد للمستهلكين وسوف يحميهم من بعض الارتفاعات الحادة في فاتورة الطاقة. ولكن على الجانب الآخر الحكومة البريطانية سيتعين عليها دفع الفاتورة، وهذا يشير إلى أن الخطة التي تدعم الطاقة سوف تكلف الحكومة 100 مليار باوند، وهذا أيضا ضغط كبير على الحكومة وعلى الدين الحكومي في المملكة المتحدة. والمتداولون في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى الاقتصاد البريطاني على أن هناك أرقام مزدوجة في التضخم، وهناك ضعف الطلب بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، وأيضا هناك احتمال أن يكون هناك دين حكومي كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ولذلك شهدنا تراجع كبير في الباوند مقابل الدولار الأمريكي، ونرى أيضا مقابل الفرنك وحتى اليورو. نعم، دعنا سيد ديفيد ننتقل إلى عملات السلع وتحديدا الدولار الأسترالي الذي شهد قفزات فيما يتعلق بزيادة في أسعار المعادن. كيف تتحرك هذه العملات وما الذي يؤثر في حركتها؟
تقليدا عندما نرى ارتفاع حاد في أسعار المعادن نرى أن هذا أيضا ينعكس على الدولار الأسترالي. أستراليا هي دولة منتجة للمعادن، في السنوات الماضية كانت تبيع المعادن والسلع الأخرى إلى الصين، وذلك خلال العشر أو العشرين عاما الماضية، وشاهدنا علاقات قوية إيجابية بين الأسعار المعادن والدولار الأسترالي. وأيضا بنك الاحتياطي الأسترالي رفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع أيضا، وبنك الاحتياطي الأسترالي مثل البنوك المركزية الأخرى تتعهد بتخفيض معدل التضخم، وحتى بعد رفع 50 نقطة أساس هذا الأسبوع شاهدنا بعض التراجع في الدولار الأسترالي، وهذا بسبب أن بنك الاحتياطي الأسترالي يرغب في رفع معدلات الفائدة بسرعة للتعامل مع التضخم. ولكن علينا لا ننسى أن الطلب العالمي كان متراجع، وخلال الأسبوع شهدنا بعض البيانات المخيبة في الصين سواء للصادرات أو للواردات، وهذا يشير إلى أن الطلب العالمي يتراجع، وهذا يؤثر سلبا على أسعار المعادن، وبالتالي يؤثر سلبا على الدولار الأسترالي. نحن نشكرك سيد ديفيد ماذن، وأنت محلل الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.